خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكمان عقد سيادته اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. وشدد السيد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود اللي بتقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنيها. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير جديد تحت عنوان التكنولوجيا بعد عام 2023، سلط من خلاله الضوء على أبرز التقنيات الناشئة وكمان مستقبل التكنولوجيا في مصر، وقال أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل 10.4%. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود اللي بتقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنيها. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير جديد تحت عنوان التكنولوجيا بعد 2023، وسلط المركز من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023 وبعده وأبرز التقنيات الناشئة، كما استعرض أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر بالإضافة لمستقبل التكنولوجيا، وأشار أيضاً إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% حتى نهاية عام 2029. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة بعد 9 سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة. وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات على رأسها بشائر الخير والأسمرات بما ساهم في القضاء على المناطق غير الآمنة. نروح مع حضراتكم لأبرز وأهم أخبار المحافظات. في اسكندرية بيتم تكثيف التواجد الميداني للأجهزة المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئة. أما في الأقصر فتم توفير 500 طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو وتوزيعهم على الأهالي في إسنا. كمان في الشرقية بيتم رصف نفق عرابي في الزقازيق لبدء التشغيل التجريبي. أما في أسوان بيتم إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 200 فدان. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في كفر الشيخ نظمت مستشفى الجامعة 19 قافلة طبية تضم جميع التخصصات لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان ل 2073 شخص من أبناء المحافظة. في الإسكندرية تم تكثيف التجهيزات الخاصة بمواجهة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة الطقس السيء والأمطار من خلال تواجد رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة بالشوارع، وده الرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولاً بأول والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين. في الأقصر شهدت مدينة إسنا العمل في مبادرة تخفيض الأسعار عبر توزيع 500 طن من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو في 217 نجع وعزبة، وتم تشكيل لجان بالاشتراك مع الوحدات المحلية لتوزيع تلك الكميات. في الشرقية أعلنت المحافظة عن بدء أعمال رصف نفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه تمهيداً لافتتاحه رسمياً أمام حركة السيارات، ويعمل النفق على فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.
فأسوان أعلنت المحافظة عن إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف متر مربع لتمثل نقلة نوعية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الإفريقية. فأسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من 90% من الأعمال الخاصة بمحطة ساو بمركز ديروت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استعداداً لدخولها الخدمة قريباً، وبتعمل بطاقة إنتاجية 90 لتر في الثانية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا بتواصل مديرية الصحة تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأسفرت نتائج القافلة الطبية بقرية كفر الصالحين التابعة لمركز مغاغة عن توقيع الكشف على 1646 حالة وصرف العلاج ليهم بالمجان ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وده بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع.